الحمد لله اليوم كان يقبل بزاف، مع الحرارة كانت مرتفعة شوية. الناس تبارك الله كان يقبل اليوم، وحتى الناس ولاو كيزعموا على الجزار. ما الناس كتقطع عند الجزار احسن من الدار. الجزار عنده ادوات، عنده منشار آلي، عنده يعني الخدمة كتكون نقية ومتقونة، ماشي بحال الدار. والحمد لله الاجواء تاع العيد، احنا دابا راه الجوج تاع الليل، الحمد لله راه كلشي داز بخير وعلى خير. والكليان تاعنا راه حنا ما نقدروش نفوتوهم، واخا حنا كنتكرفسوا شويه وكنضربوا تماره شويه، ولكن الحمد لله المهم هو الكليان تاعنا يمشي بخير وعلى خير. بل الاثمنه تاع التقطاع ثمن رمزي، ثمن في المتناول ديال اي واحد، يعني كنهرسوا ب 50 درهم ثمن رمزي، وخدمه نقيه. الانسان كيدي قطيبات، كيدي كوتليت، كيدي قديد، كيدي يعني خدمه متقونه، وحتى الثمن في المتناول. والحمد لله كاين اقبال اليوم، كاين اقبال الحمد لله، الحمد لله كاين اقبال، الناس جاوا تبارك الله. واخا حصل لنا واحد لومبان في الماكينه تاع المنشار، ولكن الحمد لله الحراره هذه الحمد لله الله كبير. الحراره هذه عاونتكم باش الناس؟ الحراره بطبيعه الحال دابا على حسب اللحوم ما كتصبرش فات الحراره، يعني كاع الناس قطعوا تقريبا واحد 80% تاع الناس راه قطعت الاضحيه ديالها.